فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض العلماء يقول إنك إذا وثقت بعالم واستفتيته فإنه ليس من الأدب أن تطالبه بالدليل إذا أفتاك ما دمت قد وثقت به، يقول هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، العامي ما يحتاج يقول لمن أفتاه وش دليلك، عامي، لكن العالم له أن يطلب الدليل. نعم.